اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. منذ اول انتخابات ما يسمى بالانتخابات بعد عام 2003، بعد عام احتلال العراق والتي جرت في عام 2005، وحتى اخر ما سمي ايضا بالانتخابات عام 2018، اهل العراق تعودوا خلال كل هذه الفترات ان يعني يجبروا على سماع ومشاهدة استعراضات كثيرة من قبل القوى السياسية الحاكمة للعراق، قبل هذه الأحزاب والميليشيات وهذه العصابات التي حكمت العراق طوال 18 سنة وحولت العراق إلى مزرعة يسرقونها ويدفعون بخيراتها إلى جوبهم وإلى الآخرين، وأهل العراق في ضيم وقهر وفقر ومرض وأمية وتخلف، والعراق من سيء إلى أسوأ طوال هذه 18 سنة. عموما كلما اقتربت الانتخابات كلما ازدادت هذه الاستعراضات، ونحن اليوم مثلما تدعي هذه الحكومة، حكومة مصطفى الكاظمي، تدعي قوى العملية السياسية، أهل العراق يعني سيقبلون على انتخابات في شهر العاشر، شهر أكتوبر القادم، تشرين أول القادم، سميت انتخابات المبكرة. لذلك بدأت الاستعراضات، ومنها استعراضات هذه الحكومة، حكومة مصطفى الكاظمي. في هذه الفترة شهدنا بعض استعراضات هذه الحكومة عندما عرضت أحد الشخوص الذين قالت أنه قتل يعني هاشم الهاشمي، وقالوا أنه منتسب إلى وزارة الداخلية وهو ضابط في وزارة الداخلية، والناس يعني كانت تتساءل وهم يرون هذا الشخص على الشاشات، يعني هذا القاتل، طيب من هي الجهة التي تقف وراءه؟ وكان البيان، بيان الحكومة وبيان وزارة الداخلية، يقول إنه يعني وراءه قوى خارج عن القانون. من هي هذه القوى؟ لا أحد يقول، هي الميليشيات، هي ميليشيات تخاف الحكومة وتخاف كل قوى العملية السياسية أن تجهر باسمها، لأنها تحميها، لأنه جزء منها، لأنه جزء من هذا النظام الذي يحكم العراق طوال 18 سنة، ويخافون من إيران التي لا تقبل أن تتعرض سمعة أحد ميليشياتها إلى تشهير من قبل الناس ومن قبل الحكومة التي هي نصبتها أساسا. هذا واحد من الاستعراضات التي فشلت فشلا ذريعا عكس ما كانوا يتوقعون. طبعا هذه الاستعراضات وراءها جهات كثيرة، وجهات ربما دعوني أقول جهات إعلامية وجهات دعائية، شركات دعائية وإعلامية كبيرة في العالم، ربما أمريكية وبريطانية وغيرها، هي من تقف وراء هذه الاستعراضات. الاستعراض الثاني كان ذهاب مصطفى الكاظمي إلى واشنطن، والادعاء بأن هناك حوار استراتيجي بين العراق وأمريكا، وهذه كذبة كبيرة. العراق هذا البلد المحتل، هذا البلد الصغير اللي تحتل أمريكا، لا يمكن أن تحاوره. القوى التي تحتل بلدا لا يمكن أن تحاور أجراءها فيه، تحاورهم حوار استراتيجي يبحثون عن المصلحة، أمريكا في كل العالم وهذه السياسات، ومن لا يتفق معنا يراجع السياسات الأمريكية، يراجع كل تاريخها، يراجع تاريخ كل القوى الغاشمة في العالم، بريطانيا وغيرها وفرنسا وكل الدول الأوروبية وكل الدول الغاشمة وكل الإمبراطوريات، سيجد أن هذه القوى لا تناقش ولا تجادل ولا تتحاور مع أجراءها، لا يمكن، هي تبلغهم بما تريد وهي تملي ما تراه في مصلحتها، ولذلك هي تضع إطارا يخدم مصالحها، وبالتالي هذه القضية أرادت أن تكون جزء من استعراض لتلميع صورة العملية السياسية وصورة الحكومة هذه وصورة هذه القوى في عيون الناس، أنه تحاور وتجبر الولايات المتحدة على الانسحاب وتغيير مهمات القتالية لجيشها وتحوله إلى غير قتالي، وهذه الكذبة الكبيرة التي سمعناها، وبعدها شهدنا يعني ترحيبا وتهويلا بهذا الانجاز الكبير، وهو ليس سوى استعراض امريكي مرسوم من قبل شركات الدعايه الامريكيه بعنايه كبيره. هذه الحقيقه. الاستعراض الاخر ربما اللي يعني تحدث عنه ايضا
يعني ما يعني اقتربت الانتخابات بدأ الكاظمي يتحدث عن إعادة طرح الورقة البيضاء، هذه الورقة التي طرحت في 13/10/2020 قبل نحو عام. وهذه الورقة عبارة عن يعني ملف بمئة ورقة، نحو 100 ورقة، 70 ورقة منها يتحدث عن المشكلة، يصف المشكلة، مشكلة في العراق الاقتصادية وكذا. وهذا ليس فيها جديد، يعني الكل يعرفه. و30 ورقة يتحدث عن حلول يعني لا يمكن تطبيقها في العراق، تطبق في بلدان لها استقرار سياسي، لها أحزاب، لها قوى، لها شعب يدعمها، لها صناعة، لها زراعة، لها تجارة، لها قوى تدفع يعني تدفع بقدرات هائلة إلى الخزينة المركزية. هذه في العراق غير موجودة. طوال 18 سنة دمروا الصناعة، دمروا الزراعة، صناعة أكثر من 13,000 مصنع ومعمل صغير وكبير، ودمرت، فككت، نهبت، حرقت، سرقت، حولت إلى بلدان أخرى، حولت إلى استقراب. هكذا فعلوا بالصناعة وهكذا فعلونا بالزراعة. الزراعة الآن في كل يوم هم يتحدثون نخسر آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية، تتحول إلى أراضي مالحة وأراضي بور لا يمكن زراعتها، الفلاح لا يمكن أن ينافس، العراق تحول إلى بلد مستورد يستورد كل شيء، وإيران بوابة مفتوحة له تريد أن تصدر كل حاجاتها وخاصة الزراعية يعني مثلا إلى الأسواق العراقية، وبالتالي الفلاح العراقي حتى لو زرع طماطم خيار أو أي شيء آخر عندما يطرحه للسوق لا يمكن أن ينافس أسعار المستورد لأنه أقل منه بكثير، وبالتالي المواطن المستهلك المشتري يبحث عن السعر القليل، فبالتالي يخسر هذا الفلاح، ولا دعم من الدولة ولا دعم من الحكومة ولا دعم ولا تعويض ولا حماية للصناعة العراقية، لا يوجد. وهذا جزء من الصناعة العراقية، يعني جزء من إنتاج الزراعي هو صناعة عراقية يجب حمايته. ليس هناك حماية للفلاح العراقي والمنتج العراقي وكل هذا، فبالتالي نحن بلد مستهلك، صناعة غير موجودة به، زراعة غير موجودة به، بالتالي كيف يمكن للورقة البيضاء أن تحقق نمواً بهذه الأدوات الغير موجودة أساساً الوهمية، نمواً مالياً لكي يدر على الخزينة أموال تفوق الأموال التي تأتي من قبل النفط. الآن النفط يعني 98% من خزينة العراق، بل 100% من خزينة العراق هي من النفط، من واردات النفط. كيف يمكن جعل مثل ما تتحدث الورقة البيضاء جعل النفط 20% من يعني يشكل 20% فقط من الخزينة العراقية، من واردات الخزينة العراقية، 80% تأتي من الزراعة والصناعة والمنافذ الحدودية. المنافذ الحدودية على ذكرها كلها تابعة للميليشيات، فبالتالي نحن أمام كذبة كبيرة اسمها الورقة البيضاء، واستعراض جديد من هذه الاستعراضات التي يعني تدفع بها الحكومة لكي تبيض وجه العملية السياسية الذي انتهى تماما. الشعب خرج عليها في تشرين وفضحها، وانفضحت فضيحة كبيرة، وما عادت تستطيع أن تطرح نفسها بأي منتج، يعني لأنه 18 سنة لم يقدموا شيئا للعراقيين. ربما وقت هذه الحلقة قد انتهى، سألتقيكم في حلقة أخرى ونتحدث على بنفس الموضوع لنكمل هذا الحديث، حديث الاستعراضات التي بدأت كلما اقتربت يعني الانتخابات. أترككم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.